هاد البروجي اللي حنا تنشتغلوا فيه داخل في اطار التاهيل الحضري لمدينه تمارا، البرنامج ديال 2016 2020. هاد المارشي ديال المساحات الخضراء هو مارشي الصفقه اللي دازت في شهر 3، المبلغ الاجمالي ديالها تقريبا 1,800,000 درهم، 1,080,000 درهم. الانطلاقه ديالو بدات من مور ما خدات الشركه لورد سيرفيس ديالها اللي خداته هادي واحد الاسبوع، قسم له الجوج ديال لي غون فولي. كاين لي فلوغ حطيناه في لي غون بوان اللي جيراتور في المدارات ديال المدينه كامله. الاول بدينا من الدخلات ديال تماره من جهه الشيخ الضاوي، المركز تماره المركز، شارع الحسن الاول، الاخوين، وكملنا في المدارات اللي جايه من المرشيد الكرو الجديد حتى لاصورتي ديال المدينه في طريق بن زياد، للعدد ديالهم تقريبا حوالي 17 المدار. اما فيما يخص المساحات اللي كنشتغلوا عليهم هما مساحات القرب، لي زيسباس دو بروكسيميتي. انطلقت الاشغال هذه دابا 3 ايام. العدد ديال المساحات اللي حنايا اشتغلنا عليها واللي تقريبا راه هي انتهت الاشغال فيها كاين 1 2 3 4 5، واللي مازالين راه مازال. حنا كنشتغلوا دابا في حي الفردوس، ومن بعد غادي ننتقلوا لحي كيش الودايه، ومن بعد غادي نمشيو للمسيره جوج، ومن بعد غادي نتبعوا لي ريكلاماسيون ديال المواطنين ديال الجمعيات وعلى خصوص الجمعيات. وبالنسبه للجمعيات كاين واحد التوضيح، هو انه اي جمعيه اللي عندها واحد الفضاء في واحد الحي معين واللي ممكن انه الجماعه تدخل وتغرس فيه، راه ممكن يتوضعوا واحد الطلب رسمي للجماعه، وحنا من بعد كنديروا ليه